عليكم، كدايرين احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد الاكله تعجبكم بزاف، متاكده بانها تعجبكم بزاف، كتجي هائله. تقدروا طيبوها في الفران ولا في القميله ولا في المقله فاش ما بغيتوا، ولا في الطاجين، المهم غتعجبكم بجميع انواع الحوت. تقدروا ديروا الحوت اللي بغيتوا، كتجي واعره واعره واعره، مذاق لا يقاوم. خليكم معايا. المهم البنات، هانت عندنا جميع انواع الحوت، تقدروا تنوعوا نتوما كما بغيتي. صودا في البحر، صدى في البحر ولا سميتو بحال هكا، والحوت الابيض اللي بغيتو، لانغوستين، ثوم الربيع، ثوم القصابي، الجلبانه، مطيشه، البصله، والمرق ديال الحوت. وان شاء الله نبداو معاكم دابا، خليكم معنا. سميره هي معنا دابا ثاني، طباخه سميره. دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وين دابا نديرو الزيت ونقليو شويه لانغوستين. قليوها شويه سيتغير لي اللون، غير لي اللون، صافي حيدو. نرشو عليه شويه الملح ولا لا؟ لا زاد المهم. دابا ملي قلبناه ها هو كيولي كيتغير اللون ديالو، كيولي احمر. دابا غنحيدو ونكملوا معاكم. دابا نديرو البصلة، صحراتها هي شوية. دابا البصلة راه بدات كتقلى، نزيدو عليها التومة. شحراتها واحد شوية، دابا ملي تقلات البصلة نزيدو عليها البصلة التومة قصبية. اختيارية نزيد على الربيع، المعدنوس، غير المعدنوس بوحدو. من بعد نزيد عليها الجلبانة، المهم دابا من عاد تقلينا هادشي كلشي نزيدو عليه مطيشة. مطيشة الا كانت خضرا غتخليوها تتقلى مزيان. دابا ملي تقلينا هادشي غنزيدو نديرو المرق، ريح بزاف. سار على خصنا نزيد
دابا راه غليانه اصلا غنديروا نسينا ما درناش لكم بطاطا في الاول ما قلناش لكم دابا بطاطا نصفوها هكا يا سماكي نخليها تطيب شويه عاد نزيدوا عليها الحوت والمرق على حسب كل واحد يعني الا خاص شويه المرق تزيدوا المرق ديال الحوت الا خاص زيدوا شويه والمرق راه فيه كلشي فيه العطريه فيه كلشي يعني راه دايرين فيه شويه البزار دايرين فيه كل داك الخرقوم والملحه حتى هي فيه الملحه راه فين بغا يزيد شويه على حساب الذوق باش الملحه ماشي ضروري كل واحد على حساب الذوق ثاني ديال الملح كيبغي كثير كاين اللي كيبغي شويه ايوا خليكم معنا انا تطيب شويه البطاطا ومن بعد عاد نزيدوا عليها الحوت دابا ملي طابت لينا البطاطا دابا نزيدوا عليها الحوت كياخدش بزاف ديال الوقت الطياب دابا نديرو الكلامة دابا نديرو صدى سميتو صدى في البحر صدى في البحر صدى في البحر الزربة كيطيب ما كياخدش الوقت بزاف دابا نزوقو هاديك لانغوستين مرة وحدة إيوا من بعد نوريكم الشكل الأخير كيفاش غيكون المهم البنات هدا هو الشكل ديال الأخير نتمنى إن شاء الله تعجبكم راه كتجي رائعة 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 ما تشبعوش منها كتجي واعره ان شاء الله تعجبكم جربوها ان شاء الله تعجبكم وشجعوني ديروا لي لايك سبسكرايب والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله